بخصوص صلاح محسن يعني ما تسيبه. تسيبه؟ مش عايزه خلاص. لا هم الاهلي برضو زعلان على الأربعين مليون. يا كريم اصل دي حاجه ممكن تضرب، زي ما بتجيب لعيب قليل وبيغلى قوي فبتبيعه وبتكسب خلاص. انما واحد جبته ما ضربتش معاك خلاص مش مشكله. انا فاهم، بس في نقطه يا كابتن محمد هناقشك بعد ده. انا عندي دلوقتي صلاح محسن، انا مش محتاجه فعلا، عايز اسيبه، بس عندي عروض ممكن ابيعه او اعيره بفلوس اكسب منه. صلاح محسن رافض لا البيع ولا الاعاره وعايز ياخد استغناء نهائي. طب ما انت كده يا صلاح محسن برضو بتضر النادي الاهلي الناحيه الثانيه. ما عنديش مشكله انك تمشي، ما هو انا عايزك تمشي وانت عايز تمشي عشان ما بتلعبش، بس بنستفيد. هو مش من حق الاهلي يستفيد؟ من حقه. ما هو الاهلي زي ما هو يبقى حنين على الناس، لازم اللعيبه برضو تبقى حنينه شويه زي ما انت قلت. يعني صلاح محسن ضحي شويه، ده النادي الاهلي جايبك بمبلغ كبير. صحيح. فاتمنى الحنيه بتاعت اللعيبه دي تبقى، لان الاهلي بقى حنين. بس خد بالك الاهلي برضو لو طلع دلوقتي صلاح محسن فري بلاش، سيبه هيروح الزمالك. مش بس او بيراميدز. مش بس عشان يروح الزمالك، ده انت هتلاقي بقى الناس كلها تقول لك هو ده بقى اللعيب اللي اشتريته ب 40 مليون سيبته ببلاش. طب الاهلي هينتقد كمان. طب ومن امتى الاهلي ما تزعلش مني ما يفرقش معاه النقد طالما بيعمل الصالح للنادي الاهلي؟ الصالح للنادي الاهلي ان هو عايز يأيده أيده، ما يأيدوش خلاص. الصالح ايه؟ الاهلي بيعمله، ملوش دعوه بالنقد. انت خلاص الولد مش هيقدر يلعب معاك تاني بعد اللي حصل الشرخ ده، حتى لو قعد مش هيقدر. طيب هي المساومه هتبقى في ايه؟ هنوديك اعاره بس سنه.